أخبار الزعيم. أهلا بكم. إدارة نادي الجيش الملكي تجري فحوصات كورونا للاعبي الفريق قبل استئناف التدريبات. بدأ نادي الجيش الملكي إجراءات الفحص الخاص بفيروس كورونا التاجي المستجد كوفيد-19، وذلك استعدادا لاستئناف الموسم الكروي الذي تم تعليقه بسبب جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد كوفيد-19، حيث خضع اللاعبون والطاقم الفني والإداري ومرافقين داخل أكاديمية الجيش الملكي للفحوصات اللازمة. كما قامت إدارة نادي الجيش الملكي بتعقيم جميع مرافق أكاديمية الفريق لتكون جاهزة لاستقبال تدريب الفريق بعد أن قررت الجامعة الملكية لكرة القدم عودة الأنشطة الرياضية بشكل رسمي وفق هذا البروتوكول الصحي المعتمد. وبدورنا نتمنى مسار موفق لفريقنا العسكري في استئناف مباريات الموسم الكروي الجاري. نهاية أخبار الزعيم. تفاصيل أوفى لأخبار الزعيم على رابط الموقع الظاهر أسفل الشاشة. في أمان الله.